مشاهدينا الكرام إلى موعد النشرة الجوية، ونستهلها كالعادة بصورة القمر الاصطناعي والتي توضح لنا ارتفاع في ضغط الجو بحوض البحر المتوسط وشمال البلاد، مع احتمال تشكل بعض السحب الكثيفة التي تكون مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية. وعليه توقعات أحوال الطقس لصبيحة الغد، نترقب بإذن الله أجواء مشمسة على كافة المدن الساحلية، ما عدا بعض السماء مغشات بالنسبة للمدن الداخلية أقصى الجنوب الجزائري إلى غاية منطقة الهجار والتصيلي ومنطقة إليزي، مرفوقة ببعض الخلايا الرعدية ولكن بدون أمطار. أجواء مشمسة ستميز صبيحة الغد وسط الصحراء وأقصى الجنوب الصحراوي، مع تطاير بعض الزوابع الرملية بأقصى الجنوب الغربي بسبب هبوب بعض الرياح القوية المحلية. ننتقل معا إلى توقعات درجات الحرارة الدنيا أثناء الليل وصبيحة الغد، ترتفع قليلا، نسجل 25 بالعاصمة، 20 بمدينة وهران وعنبة، 18 درجة مئوية ببرج بوعريريج وكذلك مدينة كالما، 17 بكل من مدينة تيارت، كذلك مدينة البيض، مشريان، عامة، وتلمسان، 20 درجة مئوية بالجلفة، 16 بمدينة طيف، 14 بباتنا، 23 بالواحات، 22 بشمال الصحراء، 20 ببشار، 26 كأقصى حد بعين صالح، أدرار، برج باجي مختار، عين قزم، وأخيرا نترقب 22 درجة مئوية بالهجار والتصلي. درجات الحرارة القصوى لظاهرة الغد تبقى فصلية معتدلة، نسجل 30 بالعاصمة مدينة تيزي وزو تيارة، 29 بالجلفة البيض مشريان عامة، كذلك سطيف، 28 درجة مئوية بعنابة وسكيكدا، 27 بباتنا بوهران، 31 بسكرة، 35 مدينة غردايا والأغواط، 31 ببشار، 29 بمدينة تندوف، 41 كذلك تسجل بعين صالح أدرار، 40 ببرج باجي مختار عين قزم، وأخيرا 38 درجة مئوية بمدينة جانات، تمن راس وإليزي. توقعات الملاحة والصيد البحري لصبيحة الغد، نترقب تيارات هوائية تكون قوية نوعا ما، تكون جنوبية غربية على السواحل الوسطى والسواحل الغربية، وتكون شمالية شرقية إلى شرقية تماما على السواحل الشرقية، تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كيلومتر في الساعة. نطوي أوراق هذه النشرة بالمعلومات الفلكية لأوقات شروق وغروب الشمس لنهار الغد الخميس السابع من شهر أكتوبر. ستشرق الشمس في تمام 6:48 صباحا، والغروب في تمام 6:22 دقيقة مساء. ولمزيد من التفاصيل زوروا موقع الأرصاد الجوية. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. أوقات ممتعة مع بقية البرامج. دمتم بخير وإلى اللقاء.